بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سراب اسمه المال. كتاب الثعالب الصغيرة. في واقع الحياة حدثت هذه القصة، وهي تحكي عن شابة جامعية أحبت المال بصورة مرضية، حتى صار الثراء هدفها الوحيد في الحياة. فماذا فعلت لكي تصير واحدة من الأثرياء؟ بدأت تجلس مع الشباب حتى تعرفت على زميل كان معها في الكلية، وكان يملك عربة فاخرة، فاعتقدت من مظهره أنه فتى الأحلام الذي سيحقق لها كل طموحاتها المادية. وتمر الأيام وتتوطد العلاقة بينهما، لكنها لاحظت شيئا غريبا. لاحظت أن زميلها كثير الرفوض، كما لو كان لا يرغب بالتخرج من الكلية. فلما سألته عن سبب رفوضه ذهلت عندما عرفت الحقيقة، فقد علمت أنه يتعمد الرفوض لأنه يوزع المواد المخدرة على الطلبة في الكلية، وهذا هو مصدر غناه وسر ثراءه. وبكل جرأة يعرض علينا أن تشاركه هذه التجارة المربحة إن كانت تريد أن تصبح واحدة من الأثرياء. كل ما ستفعله أنها ستقف في مكان ما على كورنيش النيل، فيأتي إليها شخص ويسلمها المواد المخدرة، فتأخذها منه وتعطيها لبعض التجار الذين يتعامل معه. في البداية رفضت، إلا أنها تحت تأثير إغراءات المال قبلت. وبالفعل في فترة قصيرة جدا قد صارت مليونيرة، تملك أموالا كثيرة جدا على غير ما كانت تتوقع. فلما اغتنت أصابها الكبرياء في مقتل، فاحتقرت زميلها لأنه لم يعد يملك من المال مثلها، كما أصبح في نظرها بلا فائدة. فالنفائيون دائما لا يعرفون من الظهور سوى رحيقها. فماذا فعل الشاب عندما أهين من إنسان هو السبب في ثرائها؟ سعى إلى الانتقام منها ردا بكرامته، فأرسل للبوليس كل بياناتها، فتم القبض عليها، وانتهت قصتها المأساوية بأن أودعت في السجن. فماذا انتفعت من حب المال؟ المال الذي اشتهته ألقى بها في السجن، وهو الذي لوث سمعتها وقضى على شبابها. هنا نقول إن سلم الطمع لا نهاية له، فكلما ارتقى إنسان درجاته نظر بعينه إلى ما هو أبعد. الحقيقة التي يجب أن نعرفها هي أن سلم الطمع ليس فيه مكانا للراحة، لأن درجاته كثيرة ولا نهاية لها. فكلما صعدت درجة اشتهيت أن تصل إلى الأعلى، إلى أن تجد نفسك أخيرا في القاع. فالدرجة الأعلى في سلم الطمع ليست إلا سرابا خادعا أو وهما كاذبا.